على قناه الاهلي. تحياتي كابتن اسامه، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي طيب، والنادي الاهلي بخير، وقناه النادي الاهلي بخير. اهلا كابتن اسامه. اهلا بيك يا استاذ علاء. شفت مباراه الامس ازاي برغم يعني غيابات الكبيره في النادي الاهلي، عدد من الاصابات الكبيره، شفت مباراه الامس ازاي؟ شفت وعي جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسامه الاول، يعني يمكن اكتر حاجه عجبتني رد فعل جمهور النادي الاهلي، ان احنا جمهور النادي الاهلي جمهور واعي بجد، يعني جمهور ما بيحبش يعلق الشماعات وما بيحبش يغلق مبررات للهزيمه، ولا بيتكلم على تحكيم، ولا بنتكلم على في اخطاء تحكيميه بس مش ما صدرناهاش ان دي سبب الهزيمه، ما صدرناش ان في سحر، ما صدرناش ان في تجاوزات حصلت، لا احنا قلنا احنا غلطنا، كان في اخطاء عندنا، وده وعي يا كابتن، هو ده اللي بيخلي الكبوه الهزيمه بتبقى مجرد كبوه. ده الفرق بين الاهلي وبين اي جمهور تاني، يعني اي جمهور الجماهير التانيه لما بتخسر مباراه زي مباراه القمه بتفضل تخلق مبررات مبررات مبررات، عشان كده هم بيتعاملوا مع المبررات دي ان دي حاجه حقيقيه، فبالتالي بيخسروا على طول. لكن احنا في النادي الاهلي جمهورنا ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، كان عنده جلد ذات بهدوء شديد جدا، وقفوا على بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه، عشان كده بيكون مجرد كبوه كابتن اسامه، يعني احنا ولا بنخلق اعذار ولا مبررات، كان غيرنا كان ممكن يقف عند الهدف الثاني زر شرع اللي جابه نادي الزمالك ده، كانت هي قضيه الساعه، وكان كل وسائل الاعلام في مصر تتكلم على الاحتجاجات، وقدموا احتجاج وقدموا مذكره، واتهموا التحكيم المصري ان هو مغرض، واتهموا اتحاد الكوره ان هو اهلاوي، واتهموا وزاره الشباب والرياضه، واتهموا الدوله، لكن احنا النادي الاهلي مش كده. في هدف غير شرعي يعني حاسب نتيجه مباراه القمه، لكن عادي النادي الاهلي وقفنا بس قدام خطا تحكيمي، بنتكلم ان في خطا تحكيمي حصل. النادي الاهلي ما فيش بيانات صدرت باحتجاج، ما فيش تهديد بانسحاب، ما سحبناش من المباراه. ده الفرق يا كابتن اسامه بين الفريق البطل الحقيقي اللي هو بيتعامل مع خساره مباراه مش خساره بطوله، ده فرق كبير جدا من خساره مباراه ممكن جدا نتداركها وخساره بطوله. احنا بنكسب بطولات لكن ما بنكسبش ماتشات. فانا شايف ان الهزيمه دي او الخساره دي يعني ليها اسباب كتيره جدا قبليها، ليها سوابق، يعني كان ليها الظروف الصعبه اللي بيمر فيها الفريق النادي الاهلي، الاصابات، انت حضرتك بتتكلم على فريق تقريبا تتكلم في حوالي 7 أو 8 لاعبين من التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي. يا كابتن اسامه حضرتك انت بتتكلم ما فيش ولا مركز كان كامل، ولا مركز في النادي الاهلي كان محتفظ بعناصره، يعني انت حضرتك بتتكلم على يعني من بدايه من حراسه المرمى، مصطفى شوبير كان رائع وادى مباراه رائعه، واحد من نجوم المباراه، وبقاله فتره ما شاء الله نمسك الخشب، لكن خط الظهر عند حضرتك في غيابات، خط الوسط طبعا كله مضروب، خط الوسط تقريبا كل لعيبه خط الوسط كلهم باستثناء السوليه كلهم مصابين الاساسيين، عندك امام عاشور، مروان عطيه، اليو ديانج، ثلاثه مهمين جدا كله يا كابتن اسامه، يعني كله والاجنحه كلها بتاعتك مصابه، فالحمد لله قدر ما شاء فعل، يعني احنا النادي الاهلي رغم الغيابات دي كان حاضر وكان موجود في الملعب بقوه، والشوط الثاني ما شاء الله يعني عملنا كل حاجه في الشوط الثاني، كان ناقصنا بس ان احنا ننهي المباراه او نحسمها في الشوط الثاني، لكن قدر الله ما شاء فعل. انا شايف ان دي مجرد مباراه، تمام، هنطلع منها بدروس كتيره جدا، لكن الاهم اللي جاي يا كابتن اسامه مباراه مازيمبي، الناس دلوقتي قلقانه، طيب، لكن اكيد شايف مباراه مازيمبي ازاي يا استاذ علاء، خاصه مباراه مهمه، انت بتلعب في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، المباراة كمان انت بتتكلم على شوطين النهارده، شوط اول خارج ملعبك، شوط تاني لسه الفرقة هتجيلك، محتاجين مساندة ودعم جمهور النادي الاهلي الفترة الجاية مهمة جدا. اكيد يا كابتن، المنافس طبعا منافس فريق عملاق، فريق كبير جدا جدا جدا، ليه تاريخ، ده الوصيف، اول وصيف للنادي الاهلي في افريقيا، مازيمبي اللي هو الانجلبير سابقا، ده اول وصيف للنادي الاهلي. فريق خد المركز الثاني، خد البطولة 5 مرات، فريق على ارضه يعني حدث ولا حرج بجد، يعني واحده، يعني انا بعتبر ان مازيمبي وصن داونز هم افضل فريقين بيلعبوا على ارضهم في افريقيا، بيستغلوا عمل الارض والجمهور بشكل كويس جدا، فريق متزن جدا، عنده هدوء، فريق يعني هقول لحضرتك كسب الزمالك 3 مرات، يعني كسب الزمالك ولسه مطلع بيراميدز، كسبان بيراميدز 3-0، كسب الزمالك 3 مرات، 2-0، 3-0، 3-0، يعني نتائجه مع الاهلي، مع الزمالك والبيراميدز فيها رساله تحذير، يمكن انا كمان كاتب في مجله النادي الاهلي احذروا مازيمبي لانه فريق كبير وفريق قوي جدا، لكن الحمد لله يمكن يعني القدر كان رحيم بالنادي الاهلي ان المباراه الاولى تبقى هناك، عشان خاطر النادي الاهلي يقدر في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله يلعب وهو عارف هو عايز ايه، وده يفرق كتير جدا، لكن مطلوب بجد يا كابتن اسامه، مطلوب حضور جماهيري قوي جدا، يعني حكايه 30,000 و20,000 دي
مش كافيه، الساعة مش الكاملة كافيه في مهمة مباراه جدا نهائيه في يعني. المباراة دي. احنا بنحتاجين يا كابتن اسامه بجد، مش اقل من 50,000، لان دي مباريات بجد الجمهور فيها بيبقى هو اللاعب الاول يعني. اكيد 10,000 في استاد زي استاد القاهره برضه مهما كان، جمهور الاهلي ما شاء الله عليه، الواحد ب1000 مما تعدون يعني زي ما بيقولوا، لكن احنا محتاجين الاستاد ده بجد يلعب المنافس قبل ما يكون حافز للعيبه النادي الاهلي، يلعب المنافس زي زمان يعني. انا اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون اكتر من 30,000، اتمنى تكون الساعه الكامله، وخاصه احنا بنلعب في نصف النهائي، احنا مش بنتكلم على دوري مجموعات ولا دور 32، لا احنا بنتكلم، انا بلاش من دوله المسؤولين ان يكون الاستاد كامل العدد 50,000 على الاقل في استاد القاهره ان شاء الله، لان ده احنا بنتكلم على نص نهائي ونهائي يعني، خلاص يعني ما فيش مجال ان احنا بعد كده نناشد، المناشده تكون من دلوقتي اكيد. لا اكيد اكيد اداره النادي الاهلي لما يجي المباراه الثانيه هيكون في مخاطبه للجهات الرسميه وهينادوا بالساعه الكامله مش 50 و60,000 بس يا زعلان. بالتاكيد يا كابتن اسامه بجد يعني جمهور الاهلي عظيم، جمهور عظيم، وجمهور هيكون له دور ايجابي جدا الله. جدا في مباراه العوده، احنا هنلعب فريق مش سهل، فريق بطل بمعنى الكلمه، الوصيف يعني، دي مباراه البطل والوصيف يعني بجد يعني. الاهلي ومازيمبي دي قمه التحدي بجد يا كابتن اسامه يعني. تمام. مباراه عايز اخدك للقطه ثانيه امبارح ظهرت في المباراه، للاسف لقطه مؤسفه، هي موضوع اخفاء الكرات. قبل كده شفنا فريق بيكسب كره في الملعب بتتلعب للفريقين، حد بيحذف كره ثانيه عشان هجمه يفسد هجمه. امبارح بنشوف بعد ما نادي الزمالك احرز الهدف الثاني اخفاء الكرات، تجميع الكرات، الحكم يقف عشان يا جماعه عايزين كره عشان المباراه تستمر، والشكل كان للاسف كان مؤسف. النهارده بنشوف رابطه الانديه بتعلن 50,000 غرامه، ده كافي يا زعلاء للقطه زي دي؟ يا كابتن اسامه لكن المؤسف يا كابتن اسامه ان واحد من لعيبه نادي الزمالك بيتباهى امبارح في الفضائيات، بيتباهى ان ابنه كان موجود في ارض الملعب وبيخبي الكرات، يعني تخيل لما يكون لعيب كره في الزمالك سابق وبيطلع في قناه فضائيه ويتباهى ان ابنه كان بيخبي الكور، طبعا دي مهزله 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 شديده جدا، انك تطلع تتباهى ان ابنك لعب دور يعني مش عارف ازاي بتربي الناشئ بتاعك ايه، وابنه ده لعيب ناشئ في نادي الزمالك، يعني انتوا بتربوا الناشئين في نادي الزمالك على ايه؟ ايه الاخلاق اللي بتربيها لهم؟ ايه الروح اللي بتربيها لعيبتك؟ وبعد كده انت طلعت تتباهى ان ابنك كان بيخبي الكور، وبعد كده المذيع بيقول له طب ابنك ركب الكور، قال لا والله ما رضوش يدوا له كور، يعني كمان كان عايز يركب الكور كمان البيت يا كابتن اسامه، يعني تخيل خيل مهزله وطلع تفاخر. بص اللقطه معانا احنا بنستعرضها دلوقتي، انت معانا وعلي معلول واقف ورضا سليم واقفين، رضا سليم بيعمل بايده كده يعني فين يا جماعه، واللقطه استغرقت اكتر من 45 ثانيه وهم واقفين عمالين يدوروا على الكوره، مشهد للاسف يعني كارثي. الامور دي كنا بنشوفها في دوري الدرجه الثانيه بس من 20-30 سنه. دي حاجه يعني حاجه ما سمعناش من زمان، بس دي عادتهم يعني، دي العاده للاسف الشديد، ولازم اللوائح تغلط يا كابتن اسامه يعني. 50,000 هو الاتحاد الكره طبق اللائحه، ايقاف اداري عندهم تقريبا 3 مباريات، منع حامل الكرات ده او المسؤول عن لم الكرات ده من دخول المباراه مش عارف 4 مباريات ولا ايه، وغرامه ماليه، بس ده وفق اللائحه، لكن لازم يا كابتن اسامه اتحاد الكره ياخد عظه وياخد عبره من مواقف معينه، لازم تغلط العقوبات يعني، زي عقوبه الانسحاب خلاص بقى، مش كل ما تيجي تلعب الاهلي تنسحب فتتخصم 3 نقاط، لا لازم يكون في تنزل درجه ثانيه، لازم تفعيل لوائح اكبر من كده كابتن اسامه، خاصه في مباريات قمه يعني المشهد ده مشهد مؤسف جدا جدا، يسيء للكره المصريه اصلا يعني. ايه مباراه قمه في الدوري المصري العالم كله بيتابعها كوره في ايه؟ عشان مش لاقيين كوره يعني، ايه يروحوا اخر الدنيا يجيبوا كوره ويجوا وقبل نهايه المباراه تتلم الكور كلها من الملعب يعني، فين مراقب المباراه كان المفروض يطالب الحكم بايقاف المباراه في نفس اللحظه، لان المشهد كان على مرأى ومسمع من الجميع، والجهاز الفني والاداري النادي الاهلي راح لمراقب المباراه اكثر من مره وقالوا له الكور مش موجوده، كان يجب على المراقب المباراه والحكم الرابع كان يجب عليهم انهم ينبهوا كابتن ابراهيم نور الدين ان مفيش كور موجوده، فبالتالي كان هيسمح بزياده الوقت بدل الضايع، لان هو 5 دقايق او كان 6 دقايق وحسبهم 6 دقايق بالظبط، لكن في دقيقتين ما اتحسبوش يعني، كان ما كانوش موجودين. فدي حاجات لازم يراعيها اتحاد الكوره، لازم المراقبين يكون لهم دور اكتر من كده، مش مجرد واحد رايح يتفرج على ماتش من ارض الملعب. بجد انا شايف ان دور مراقب المباراه ضعيف جدا جدا في مصر. اخيرا يا استاذ علاء، شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر بالعوده بنتيجه ايجابيه من مازيمبي باذن الله؟ اتمنى يا كابتن اسامه والله، النادي الاهلي طبعا اكيد يعني النادي الاهلي بيعرف يفرق قوي، بيعرف يخرج بسرعه من افراحه قبل كبواته، يعني النادي الاهلي ما شاء الله عليه يعني، ولا هو النادي اللي بيفرح قوي يعني، يمكن مش عارف يمكن ده عيب فينا ولا ايه يعني، احنا بنشوف فرقه لما بمجرد بتفوز يعني، لدرجه ان في بعض الناس امبارح توهمت ان في توزيع جوائز بعد مباراه القمه يعني. ما انا بقول لهم والله ده مباراه بثلاث نقاط
ولسه مشوار الدوري يعني لسه النادي الاهلي ما زال على المنافسه في بطوله الدوري، ما زال في المنافسه في بطوله افريقيا، يعني حصد السوبر، حصد الكاس ثالث العالم السنه دي، ولسه متبقي له بطولتين وهو بينافس فيهم بقوه. يا كابتن اسامه احنا في السعوديه الاهلي كسب الزمالك نهائي كاس مصر وعادي جدا جدا، يعني يا دوبك اللعيبه راحت للجمهور مره واحده او الجمهور راح للعيبه، تمام اللعيبه راحت للجمهور مره واحده واحتفلوا وخلصت الدقيقه ووقفنا، تمام. لكن اللي حصل امبارح يعني فعلا والله فعلا في ناس فعلا توهمت ان ممكن يكون في تسليم جوائز. يعني النادي الاهلي انا يعني بقول للنادي الاهلي لا، بعد كده افرحوا قوي 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 بفوزكم على المنافس وافرحوا، او بفوزكم باي بطوله. يعني النادي الاهلي يا كابتن اسامه يمكن من كثر بطولاته ما بيش يفرح بيها، يعني يعني احنا الحمد لله ولا الافراح بتخلينا نستهين بباقي البطولات ولا كبوه تخلينا نخسر كل البطولات. انا واثق ان شاء الله باذن الله ان اللي حصل امبارح هيكون درس اللعيبه. اللعيبه احنا خلاص بطوله الدوري ما فرطناش فيها، بطوله الدوري موجوده والاهلي هو صاحب الافضليه، لكن انا واثق باذن الله ان الاهلي باذن الله هيعود بتعادل ايجابي ان شاء الله باذن الله او فوز باذن الله من مازيمبي، رغم من صعوبه المباراه 9-3 وتحكيم صعب جدا جدا، الحكم كمان صعب جدا حاسم قوي والمباراه صعبه ومدرجات قريبه قوي، الجماهير قريبه قوي من الملعب، فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي بخبراتها قبل ان يعني ان شاء الله باذن الله تكون قادره على مواجهه كل التحديات والضغوط باذن الله. النقد الرياضي الاستاذ علاء عزت، شكرا جزيلا لك.